احنا اسفين على اليوم الطويل، انا اول مره اعمل حاجه في حياتي كده، فيعني تقيله قوي على قلبي، بس عايز اقول خبر معين. يوعدوني الاول ما حدش يزعل مني. وعد كل ما بيوعد ماشي. احنا النهارده كان معانا 50، اللي هيكمل معانا 35، بس عايز اقول حاجه مهمه، انه اللي اوريدي وصل لهنا تعدى من 16000 واحد، فوعد ان هو حتى لو النهارده احنا مش هنكمل في الحلقات الجايه دي بتاعت البرنامج، بس كده كده ان شاء الله انتوا ك50 كده كده هتطلعوا في المسلسل. اتفقنا؟ متحمسين؟ انا حاسس ان انتوا متوترين ومديني طاقه صعبه قوي. طب ايه مقنبني اوريدي؟ ماشي يلا. والنبي ما تزعلوا. ماشي. نبدا بالبنات الاول، بالرجال الاول. ماشي. أمنية باهي، كارز غنيم، سلمى عبد الكريم، ماريا ميخائيل، لميس محمود، إسار فوزي، فايدة طارق. يا جماعة أنا مش الشخص الصح لده، أقسم بالله. كاريس شكراً قوي إنك جيتي جدا، اوعدينك تشتغل المصري بتاعك كويس، عشان لو خدتي دور في المسلسل تعمليه كويس، فللاسف مش هكملي بعدها. انا اسف اسف انا اسف. فايده انت عسل، بس للاسف مش هتكملي معانا، بس انت اكيد هتبقي معانا في المسلسل. ماشي اشتغل على نفسك. ماشي الباقي منكم الف مبروك، انتوا معانا. فريده تعالي، عايزه اقول لك حاجه. تعالي. لا لا لا، طب اروح انا يا جماعه. بس عايزه اقول لك على حاجه. فاكرة العم سلامة بيضحك عليكي؟ أنا بحبك أوي أوي أوي، بس هو عشان بيدور على واحدة تعمل التالت والتلاتة. أنت عارفة التالت والتلاتة؟ فاكرة لما قلت لك في واحدة هتعمل واحدة شريرة؟ بس أنت شاطرة أوي، أنت شاطرة أوي 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 أوي، وعملتي حلو أوي. أكتر لحظة أثرت فيا بكاء طفله بعد ما ما اخترناهاش واحنا بنصور، بعد ما عرفت انها مشيت بعدها بفتره، سمعت صوت عياط كبير جدا، ببص لقيتها في حضن مامتها وبتعيط. كنت عايز اقتل نفسي بصراحه، يعني كان في لحظه كده اتضايقت جدا وحسيت ان مفيش كلام هيخليها ترتاح النهارده، بس قعدت احاول اتكلم معاها هي ووالدتها كتير علشان ابسطها على قد ما اقدر.